إعلان حوثي عماني عن هذا الإجراء المفاجئ للجميع، تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أعلنت جماعة الحوثي الإفراج عن معتقل بريطاني بالإضافة إلى طاقم السفينة الإماراتية روابي بعد يوم من إعلان عماني بذلك. وقال ناطق جماعة الحوثي محمد عبد السلام بأن جماعته أفرجت عن طاقم السفينة التي قال بأنها دخلت المياه الإقليمية اليمنية بطريقة غير قانونية، بالإضافة إلى معتقل بريطاني كان يقوم بأنشطة مشبوهة. ولم يوضح ناطق جماعة الحوثي عن المقابل الذي تسلمته جماعته مقابل الإفراج عنهم، واكتفى بالقول بأن ذلك جاء بناء على مساعي عمانية وبعد أخذ كافة الإجراءات القانونية. وكانت وزارة الخارجية العمانية أعلنت بأن مسقط ساعدت في الإفراج عن 14 من الرعايا الأجانب الذين كانوا محتجزين لدى الحوثيين في صنعاء ونقلهم إلى السلطنة تمهيدا لإعادتهم إلى بلدانهم. وقالت الوزارة في بيان لها بأن عمان نسقت مع الجهات المعنية في صنعاء للإفراج عن الرعايا البريطانيين والإندونيسيين والهنود والفلبينيين في اليمن، وبعد التواصل مع السعودية لتسهيل إصدار التصاريح اللازمة. وأشارت إلى أنه تم نقل المفرج عنهم من صنعاء إلى مسقط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني تمهيدا لعودتهم إلى أوطانهم.